رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لم أعد كلمة، وليس لي كلمة في البرنامج، لكني هذا الصباح فوجئت بتغريدة على تويتر من الأخ خالد في حسابه يقول بأنه منع زملائه من الوصول الكلية بسياراتهم هذا اليوم. حقيقة هذا الكلام مؤثر جدا، لأنه يمكن منظم المناسبة لم ينتهي لحق الطالب في الوصول إلى كليته بيسر وسهولة، وهذا أمر مهم جدا. فأنا أعتذر بهذه الكلمة، أعتذر عما حصل له لزملائه، وأرجو أن يقبلوا هذا الاعتذار، وأطلب من معالي مدير الجامعة وزملائي في الجامعة أن يكون هذا المبدأ منطلقا لنا جميعا، لأن لا نحرم طالبا من حقه من حقوقه في تواجده في كليته بسيارته بيسر وسهولة. وكل مرافق حكومي يسعدني الحظ أن أقف معه في مناسبة له، ألا يمنع من يستفيد من هذه الخدمات، لأن هذا أمر لا يجوز الحقيقة، ويجب أن نعطي حقه لكل إنسان يعمل. أرجو أن نوفق جميعا بخدمة هذا الوطن بتوجيهات قائدنا وقائدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين. وأشكر معالي مدير الجامعة وأعضاء الجامعة ومجلس إدارة الكلية للتمرير على هذه المناسبة، وأهنئهم بهذا المنفق الجديد، وأرجو لهم التوفيق إن شاء الله والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.